دايما بحس ان هو فعلا وجوده هنا ومجيئه هنا شيء. واي حته بقى حته في العالم عنده شيء، دي اهم مدينه بالنسبه له، مسقط راسه واكثر مكان بيحبه ومرتبط بيه. فانا سعيده طبعا بالاحتفاليه اللي حصلت النهارده واللي كانت حاصله من شهور، ودايما مدينه بورسعيد بتحتوي كل ما يخص الاستاذ محمود ودايما بتحتفي بيه، ومش جديد على بورسعيد ولا على اهل بورسعيد ولا على بلدي الحبيبه ولا على بلد ابويا الحبيبه. وانا فرحانه دايما ان انا ببقى بحس ان ابويا معايا لما باجي دايما بكل الاحتفالات الجميله اللي بتتعمل. خلينا نقول ان الـ 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 يمكن الاحداث المتلاحقه اعادت الاحفاد الى المدينه الباسله يمكن بعد غياب فتره كبيره، شعورهم ايه وبتكلميهم عن ايه؟ هم فرحانين قوي لما بيجوا، يعني بيعرفوا ان في اي حاجه بتشوفها فين هم يجوا، طبعا بيبقوا مستمتعين جدا. وبعدين هو جدهم حبيبي يعني كان بيقعد يحكي لهم كتير عن ذكريات بورسعيد، هم طبعا كانوا بيسمعوا كل اللقاءات برضه القديمه وعارفين على فكره بورسعيد فيها ايه، يعني مش مجرد ان هو اتولد فيها او عاش فيها، يعني هو بيحبها ازاي. التكريم النهارده نقول ايه لاسره الراحل العظيم الفنان القدير محمود ياسين؟ إيه والله التكريم بيسعدني جدا، زي ما بقول لك انا مش بنبهر، انا مش بنبهر قوي باي حاجه بتعملها بورسعيد، انا بحس ان اهلي بيطبطبوا على كده. يعني ايه؟ مش معنى ان انا ما انبهرش يعني انا مش متعوده على كده، لا، بس انت عارف لما بتيجي حاجه من اهلك انت بتبقى بتقول انه هو دول اهلك، ده طبيعي. فانا بيحصل اي حاجه تخص اهلي هنا بقلب بورسعيد بحس ان ده ايوه هو ده طبيعي، دي مشاعري، بحس ان انا من دمهم ومن دمي، فببقى سعيده، ببقى يعني ايه، ببقى حاسه ان انا فعلا اهلي بيحبوني. خلينا نقول ان على مدار السنين المتلاحقه وتوارث الاجيال تظل عبارات الراحل القدير الفنان محمود ياسين معشوق بورسعيد عن عشقه للمدينه الباسله شيء يتوارثه الاجيال من بعد الاجيال. هل من الامكان ان نرى ابناء الراحل العظيم محمود ياسين يقدمون عمل جديد لبورسعيد ليعيدوا الذكريات مره اخرى للمدينه الباسله؟ نتمنى، نتمنى، يعني في اعمال كبيره ومهمه بتتكلم عن مدينة زي مدينة بورسعيد ونضالها كبير في تاريخها، بورسعيد جزء من تاريخ مصر وعندها من دراما اللي يعني بتعمل فيها أعمال كتير جدا. أتمنى طبعا سليمان وأتمنى إن أجي بورسعيد مرة بقعد شوية كتير عشان أصور فيها. خلينا نشكر